هذا اللقاء يختلف عن لقاءات العالم الأخرى في أننا جميعاً نعيش فترةً مصيرية سيتوقف على نتائجها مستقبلنا، بل ربما مستقبل العالم كله. ولما كان الصراع القائم صراع وجود، فإن شعوبنا هي المعنية وهي المقصودة، لأن الشعوب هي محور الوجود، ونحن كممثلين لشعوبنا نؤكد على الاستمرار في تنسيق العلاقات البرلمانية بيننا وتوطيدها والبناء على هذه البداية الطيبة كي نسهم جميعاً في مواجهة مصيرنا المشترك. وإنني إذ أتقدم بالشكر للعراق الأبي مرة أخرى، وأكد لكم أيها الأشقاء على أرض الرافدين أن الشام معكم كما كانت دائماً، وأن سلامتكم سلامتنا ونجاحكم نجاحنا، فعروبتنا واحدة قوية مهما كانت التهديدات والتحديات. إن عدونا واحد وسلاحنا واحد وإرادتنا واحدة في مواجهة الإرهاب وحماية استقلالنا وأمننا. وأختم بأجمل الأمنيات لعاصمة المجد العربي بغداد، توأم دمشق الشام، وأسمى الأمان بالتقدم والازدهار للعراق وشعبه الشقيق الأبي.